السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا هذا الفيديو. الفيديو اليوم اللي غنطرقوا ليه بخصوص المفاجأة من العيار الثقيل اللي تلقاها سيمو بالبشير اليوم من تهديدات خطيرة على خلفية فضح العصابة الحمزاوية وإعلاني عن تأليف كتاب من 80 صفحة كيكشف فيها عن أسرار لأول مرة من الممارسات والأنشطة الحساب حمزة موبيبي الخطير. سيمو بالبشير إخواني إخواتي اللي خرج عن الصمت ديالو بعد 3 سنوات كيكشف مرة أخرى على الابتزاز اللي كان تعرض ليه من طرف المغنية من أجل الصمت وعدم الإدلاء بأي شهادة ضدها. فاليوم سيمو بالبشير إخواني إخواتي اللي تعرض للسب والشتم من طرف أشخاص عندهم صلة بالعصابة الحمزاوية، والقضية فيها ترهيب على غرار مايا اللي تعرضت في نفس اليوم للتهديد بعد ما كانت كتستمتع في إحدى المقاهي لتتفاجأ بشخصين كيهدوها بنشر الصور ديالها عبر الحساب حمزة مومبيبي المشؤوم. هادشي كامل إخواني إخواتي جاء بعد ما صرحات في واحد اللايف أنها غتكشف على الصور الفنانين اللي طالتهم الشعوذة والسحر من طرف الأم المغنية الحمزاوية. فهادشي خطير إخواني إخواتي، ولازم أنهم يتم الحد منه. فأمام هاد التطورات اللي هي خطيرة وخطيرة للغاية، فالواجب على العدالة أن تعيد الهيبة ديالها وتسترجع الثقة ديال المغاربة. والمغنية الشطارة ليست فوق القانون، فالكل يريد المحاسبة ديالها ومحاسبة كل الذين كيحميوها بما فيها هذاك القاضي اللي تم تحقيق معه بالمنسوب بعد ما خرج الدكتور رشيد العمارتي وكشف المستور وفضح كل شيء عن هاد العصابة الخطيرة والمؤامرة اللي كيقوموا بها. يعني وهذا الشيء اللي ضرب في القضاء لطالته الفساد، أكيد هذاك القاضي إخواني أخواتي غير تم التحقيق معه ولم يتم الحكم عليه لحدود هذه الساعة. فالسيد واخد رشاوي أموال طائلة، والمعلومات اللي هي توصلنا به واللي كتأكد أنه خد أكثر من 1 مليار سنتيم، وهادشي كامل فراكم عارفين إخواني أخواتي، فقامت في وزيعة يعني وزعوها بيناتهم. فلازم أن العدالة مرة أخرى تعيد النظر يعني في هذه القضايا اللي هي قضية رأي عام وطني. فاليوم الجميع كيطالب يعني بمحاكمة هذه المغنية، ماشي تنفذ في حق هذيك سنة السجن النافذ، وإنما لازم أنه يتم الحكم عليه بأقصى العقوبة، لأن صراحة هي متهمة بتشهير وابتزاز وتصوير، وكنشوفوا لا حسيب ولا رقيب، هي دائما يعني عايشة حياة عادية. وحتى ديك العصابة اللي معها بما فيها إياش وآخرون، الأخ ديالها والأم ديالها، اللي صراحة تفاجئنا بهذه المعلومات بعد ما أكد سيمو بالبشير أنه فعلا كتمارس شعوذة في حق بعض الفنانين وفي حق بعض الضحايا. فسلطات الأمنية لازم أنها تعيد النظر في هذا الشيء وتم تحقيق معمق في هذه يعني هذه المعلومات اللي صراحة تفاجئنا بها احنا كمغاربة. الأم ديالكم كما كتعرفوا إخواني إخواتي اللي كانت دائما كتهدد المغاربة بالسيوف، يعني غير بالفم، يعني السيدة ما تقدرش تستلموس، ولكن كتهدد الناس بالسيوف وكتهدد الشعب لسبب أنه أي واحد تكلم عن المغنية أو الحمزاوية فغيكون المصير ديالو التصفية. هنا كيبين لنا أن القضية خطيرة وخطيرة للغاية. فكنشوفوا صراحة هاد التهديدات المتواصلة اللي توصلوا بها فعلا كل من سيمو بالبشير وكذلك مايا لحدود الساعة كيأكد لنا أنه فعلا
هذا العصاب الحمزاوي او الحساب حمزه مو بيبي فهو متشعبين، عنده مراكز عبر المناطق جميع دول العالم، وهذا شيء خطير وخطير للغايه. لانه علاش الا تكلم شي واحد في هذا الموضوع فالاكيد هناك اعضاء اخرين خارج ارض الوطن فهم كذلك كيتاخذوا زمام المبادره او زمام الامور، وكيمشيو عند هذاك الشخص اللي تكلم فعلا كيهضروا معاه يعني مباشره يعني بدون بوجه مكشوف، وكيهدوه وكيحاولوا انهم بالحرف يقولوا له الا مازال تزيد تكلم في هذا الموضوع ديال لاكم المغنيه فغيكون المصير ديالكم اما نشر صور او الفضح ديالكم او بزاف مسائل، يعني غير الترهيب مساله فيها الترهيب. فامام هذه التطورات اللي هي خطيره وخطيره للغايه اخواني اخواتي، لازم انه يتم اعاده التحقيق مع كل المغنيه والاخ ديالها والعصابه كاملين، وكذلك خصنا المحكمه النقد والابرام يعني تسرع وتقول الكلمه ديال الاخيره، واش تم رفض هذا الملف او الطلب او تم القبول ديالو. الا تم القبول ديال هذا الملف فهذا يعني انه سوف يعاد هذه القضيه من الصفر، يعني السيده غيتم اعاده المحاكمه ديالها واعاده التحقيق في هادشي كامل. الا تم الرفض فهنا غيكون موضوع اخر اللي هو غيتم تنفيذ الحكم يعني في حق هذه المغنيه. الى رجعنا اخواني اخواتي المحامي ديال هذه المغنيه اللي كان دائما كيحميها ودائما كيعطي الضمانات على اساس انها لن ولم تدخل للسجن، فحتى هادشي كامل خصو يدخل في التحقيق اللي هو معمق واللي غيبين لنا فعلا انها كانت مؤامره يعني ضد هاد الضحايا ديال هاد الحساب حمزه مون بيبي، اللي لازم انهم ياخذوا الحق ديالهم وتنصفوا يعني بخصوص هاد القضيه اللي طال الامد ديالها 3 سنوات ومازال ما خداوش الحق ديالهم. هاد الضحايا ما خداوش الحق ديالهم، لا تعويض مادي ولا تعويض معنوي، بزاف المسائل يعني تم الطي ديالها وما خداوش الحقوق ديالهم بتاتا. هنا لازم اعاده النظر في هاد القضيه، لان هاد القضيه فعلا وكنكررها انها قضيه راي عام وطني ومغربي، لازم اننا نعرفوا الحقيقه فين وصل النقد ديال هاد المغنيه وشكون هم اللي كيوقفوا يعني مع هاد المغنيه، المسؤولين الكبار، لان كاين شي مسؤول كبير لحدود الساعه مازال كيحمي هاد المغنيه، وهادشي اللي كيثير كثير من الاستغراب والتساؤل بخصوص هاد الملف ديال حمزه مونبي، واش فعلا هاد المسؤولين حتى هما يعني خايفين من الفضيحه، خصوصا هاد المغنيه كتخرج مرارا وتكرارا في فيديوهات سابقه كتقول لهم عندي دواسه مقيحين بخصوص هاد المسؤولين. اخواني اخواتي حتى لا اطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، فما تبخلوش انا باللايكات ديالكم والبارطاج لهذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد بخصوص هذه القضيه ديال حساب حمزه مون بيبي. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.